هوشعنا في الأعالي، مبارك الآتي باسم الرب. احتفلت الطوائف المسيحية كافة بذكرى عيد الشعانين، حيث رفعت الصلوات والقداديس وقرعت الأجراس لتعلو الأصوات بالدعاء لسوريا الحبيبة بالسلام والخلاص. ترأس القداس البطريرك غريغوريوس الثالث لحام بطريرك أنطاكيا وسائر المشرق للروم الكاثوليك بمشاركة واسعة. هذه البشرى، بشرى القيامة، بشرى الشعانين، بشرى الفرح، نحملها إلى كل قلب في سوريا ونقول كل عام وأنتم بخير يا إخوة. الصليب، لكن بعد الصليب القيامة. نحن في صليب وسوريا في صليب، ولكن سوريا في مسيرة القيامة. كل عام وأنتم بخير. نعاد على الجيش العربي السوري اللي هو الحصن وهو الدرع الوحيد لهذا الوطن. الله يحمي كل عسكري واقف على حاجز أو واقف عم بيدافع على بمنطقة أو عم يعمل أي مداهمة، لأنه نحن بدون الجيش العربي السوري ما لنا حماية نهائيا. سوريا النصر، سوريا، سوريا اللي لطول عمرها، لطول عمرها هي رافعة الراية، راية سوريا بال 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 بالحب وبالعزيمة بدنا نحرر سوريا. هاي المحبة، هاي لعجة هي الناس، الكثرة الناس هي المحبة وهي السلام، وإن شاء الله يعم السلام على سوريا، وإن شاء الله هيك تكون المحبة موجودة دائما بقلوبنا. أجواء العيد عمت في كنائس دمشق احتفالا بهذه الذكرى، حيث قام كشاف الكنيسة المريمية بعرض موسيقي، وعبر المؤمنون عن سعادتهم بهذا الاحتفال، مؤكدين صمودهم وتشبثهم بأرضهم وموجهين دعاءهم للجيش العربي السوري، كما غمر الفرح عيون الأطفال. بدي أقول كل عام وأنتم بألف خير سوريا وأطفال سوريا كلياتها. إحنا لسه قادرين إنه نفرح ونعيد وننبسط ونكون الله يحمي الجيش بفضله. نحن لسه قادرين نعيد ونستنى كل شيء. نحن هون عم نعيد بفضل الجيش العربي السوري. العام بخير وإن شاء الله تكون الجيش سوريا بخير. كل عام وأنت بخير سوريا. إن شاء الله بتخلص الحرب. رغم الظروف تبقى إرادة الحياة أقوى لدى السوريين الواقفين يداً واحدة إلى جانب الجيش العربي السوري حامي الديار.